وحشتوني يا كيجي أوي أوي أوي. النهاردة جايبالكو بقى تمارين على حرف الثاء، يلا كده ركزوا معايا ونشوف هنحل التمارين دي ازاي. بيقول لنا في أول سؤال ايه: استمع وأرسم دائرة في موضع حرف الثاء. معانا ثلج ومثلث وكمان أثاث، شاطرين. هنرسم دايرة دلوقتي في موضع حرف الثاء. أول صورة معانا صورة إيه؟ صورة ثلج. طيب حرف الثاء في صورة ثلج في آخر الكلمة بتقول إيه يا عمر؟ لا، طب في وسط الكلمة يا عمر؟ برضو لا. طب أمال فين يا محمد؟ آدم بيقول لي في أول الكلمة يا مس، هحط الدايرة في أول الكلمة، شطورة. طيب تاني صورة معانا صورة ايه يا مصطفى انت وحمزة؟ صورة مثلث، شاطرين. طيب يا أحمد أحط الدايرة في أول الكلمة؟ لا برضو. طيب يا محمود في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة، يبقى احنا هنحط حرف الدايرة اهو في وسط الكلمة. طب مثلث فيها كم حرف ثاء يا عاصم؟ حرفين يا يا مالك، شاطر. يبقى احنا عندنا حرف في الوسط وحرف فين تاني؟ الشاطر يقولي. سما بتقولي واخر الكلمة يا مس، شطورة يا سما سيمو. طيب اخر صورة معانا صورة اثاث. اثاث هنا الكلمة فيها كم حرف؟ كم حرف ثاء؟ شاطرة يا ريم، حرفين. طيب انا هحط بقى الدايرة في اول مربع. غلط، امال فين يا ريم؟ بتقولي لي ايه يا نادين؟ تاني مربع اهو، حطيت في تاني مربع. طب فاضل كمان احط فين؟ مين الشاطر بقى اللي يقول لي؟ ليان، ها اخر مربع، شاطرة يا ليان. يبقى كده عندنا كلمة اثاث حرف الثاء فيها مرتين وكمان مثلث، شاطرين يا كيزي. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لنا انطق وارسم دائرة حول حرف الثاء. الصور الحلوة بتاعتنا اهو، يلا بقى لما ننطق مع بعض الكلمات نقولها. اول صورة معانا ايه؟ ثاء ثاء ثعلب. يلا سمعوني، عايزة اسمع صوتكو. اسيل، يلا يا نادين، ها يلا يا ادم انت وحمزة، شاطرين. ها مو مثلث، مو مثلث، مثلث، شاطرة يا سماسيم وسامعاكو. اخر حاجة ايه؟ كمثرى. ها يلا يا مصطفى قول معايا انت وزين ويوسف وياسين، عايز اسمع صوت اقوى يا عمر. ها كمثرى، شاطرين. طيب فين بقى حرف الثاء في كلمة ثعبان في اخر الكلمة؟ لا برضو، وانا كل حاجة اقولها كده بتبقى غلط. طب قولوا لي انتوا الصح بقى، بتقول ايه يا زين؟ في اول الكلمة، شاطر يا زين، انا حطيت دايرة في اول الحرف. طيب مثلث فيها حرف واحد بس، غلط برضو. طب قول لي الصح يا عاصم، بتقول ايه يا مالك؟ بيقول لي فيها حرفين، طب هحط الدايرة في اول حرف. الله، غلط برضو. طب ساعدني يا ملك انت وجودي، احط فين تاني حرف؟ طيب اهو حطيت في تاني حرف كده بقى خلاص. اشوف الصورة اللي بعدها. لا برضو يا نادين، امال احط فين تاني؟ فريدة بتقول لي في اخر الكلمة الحرف الرابع، شطورة يا فريدة. نروح بقى على كمثرى، احط بقى، محدش يقول لي بقى، انا هساعد نفسي انا المرة دي، احط انا بقى في اخر الكلمة. بتقول لي ايه يا ياسين؟ غلط برضو. طب قول لي الصح يا يوسف، انا سامعة ولد بيقول لي اهو
محمود بيقول لي في الحرف الثالث يا مس. اهو حطيت. شطر يا محمود، شكرا قوي يا حبايبي علشان بتساعدوني. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لنا ايه؟ اكتب حرف الثاء. هنكتبه بقى مع بعض في البيت، وتخلي ماما تصور لي وتبعت لي الصورة علشان اشوف خطكم الجميل. تمام، يلا اخر سؤال معانا. بيقول لنا ايه؟ اكتب الكلمة. عندنا صورة ايه؟ ثلج وثور. شاطرين. طيب ساعدوني بقى علشان اكتب الكلمة صح. هو حاطط لنا، جايب لنا الحروف اللام والثاء والجيم. يا ترى هبدأ بأنهي حرف فيهم؟ ساعدني يا محمد انت واحمد. شاطرة يا فريدة. فريدة بتقولي بحرف الثاء يا مس. طب وبعدين؟ نادين بتقولي حرف اللام يا مس. طب وبعدين؟ عمرو بيقولي حرف الجيم يا مس. طب انا هكتبها بقى، ثاء لام جيم، تبقى ايه؟ تبقى ثلج. ده احنا شاطرين خالص. طيب الكلمة التانية بقى ساعدوني فيها. تامر بيقولي حرف الثاء يا مس اول حرف. طب والحرف التاني؟ محمود بيقولي حرف الواو يا مس. طب واخر حرف اكتبه ايه؟ اسماعيل بيقولي حرف الراء يا مس. يبقى ثاء واو راء، يبقى ايه؟ يبقى ثور. شاطرين. سقفة حلوة بقى. شاطرين يا كيزي. باي.